احنا نازلين. انا خي تصوى بالمظاهرة. انا خي اول واحد تصوى بخسرته برصاص. وهو راح المستشفى لانه كان عم بيطالب بس بحقنا. حقوق كل واحد. حقك وحق وحق امي وحق الكل. فقال شي كنا عم نطلبه انه مش انه بدنا كهرباء ولا بدنا مي ولا قصة زبالة. عم نطلب انسانية. مع انه ابني منصاب وتركته بالبيت حتى انزل على المظاهرة لانه ابني بدي اعرف ليه انصاب عشان شو. بعدين هيدا التحرك اللي هو للناس هو ملك الشباب منه ملك حدا تيستقطبه وانا ماني هون كحدا كان بموقع سياسي انا هون كمواطن جاي مثلي مثلكم ادعم هيدا التحرك نترك هيدا التحرك للشباب اللي عملوه وللشعب اللبناني اللي نزل مش للسياسيين مني وجر بس هلا الوقت هو لاشياء اكبر منا بتتخطانا كاشخاص الوقت هلا هو لننجح هالخرق هيدا اللي عم بيصير بالرتابه السياسيه اللي عنا اياها اول شيء شجعني انه هي اول مظاهره بتصير لتكون لكل الشعب اللبناني مش لفئه واحده من السياسيين ثاني شيء اكيد اللي سبب اللي نازل قالوا الزباله صارت حد البيت الامراض اكيد رح تجي كان هلا ولا بعد شوي وان شاء الله نلحق نشيلها قبل ما تيجي الشتويه انا ام وبدي اولادي يعيشوا ببلد نظيف نظيف من كل شيء نقي من كل وصف اذا كل شخص قاعد ببيته تحمس ونزل اكيد العالم بتغير لانه نحن جبناه هون ونحن بنغيره Yes, to stop the corruption. كل الجماعة اللي نازلين ما عندهم شعارات طائفية كل العالم حامل العالم اللبناني كل العالم عنده أوجاع هيدي كل العالم اللي موجودة هون كل واحد حامل وجع وصعوبة بمعيشته اليومية It was actually quite large in proportion I wasn't expecting that many people to come but it made me very proud هلا يمكن من الأول ما تغير شيء بس إذا استمرينا هيك أكيد بده يصير تغيير I feel nice, I feel like fueled, you know, full of adrenaline because I see all my fellow Lebanese brothers and sisters coming up and standing up and the government needs to know from us what we think. إيجابي ولازم يضل ويستمر وأنا ما بعتقد إنه حيتراجع بالعكس حيكفي نحن عم نطالب بشيء يعني كل إنسان كل بكل دولة له حق فيه يعني أخف شيء يعني البيئة هوا نظيف زبالة يحلوها حتى 100 موضوع غير حدا اللي انزل لهون بالتاكيد كلنا كل مره ننزل لهون هالمره الناس اكثر متحفزه للنزول وبتصور هالديناميكيه مكمله لانه الناس بتصور وصلت لمحل عرفت فيه انه هي الطبقه السياسيه ما قدرت تقدم لها اي شيء اخر لاول مره اليوم مسيحي مسلم درزي وحيلا طائفه واقفين مع بعض هيدا اليوم نحن اول خطوه عملناها وكسرناها هن كان ما بقول مش موافقهم بقى نحن نتوافق مع بعضنا كانوا مميزيننا نحن كسرنا هيدا التمييز ومش عارفين نحن بواقف حدنا على يمينا على شمالنا شو هو اليوم كفيرست ستيب عملنا شيء كثير مهم ولقدام بعد عندنا كثير خطوات